بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم مع حضراتكم عن عسر الهضم. عسر الهضم ان يبقى فيه تلبك معوي او ان يبقى فيه، هو طبعا بيبقى حاد وبيبقى فيه مزمن، حاد وقتي ومزمن دائم. وده بتبقى اعراضه شعور بدرجة الحرارة، الم حوالين المعدة، وفي الم في الجانب الايسر منها في جنبك الشمال كمان، وانك تحس بحرقة في القلب وقيء ودوخة. ده علاجه ايه؟ الحلبة والرمان والفراولة والبرتقال. هتجيب دول وتعمل منهم عصير مغلي ويفطر شوية تشربه، يكون علاج قوي جدا بإذن الله. كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.